بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج القرآن حياة، ما زلنا مع القرآن وسنزال مع القرآن، فالأمم تصعد وترقى بكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا ومعكم قارئ من قراء القرآن الكريم، بل وعلم مشهور حباه الله تبارك وتعالى جمالا في صوته، وجمال الصوت موهبة من الله عز وجل يعطيها لمن يشاء من عباده. فنرحب بضيفنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ فارس جبر. أهلا وسهلا مولانا. ربنا يخليك ويزكريك. أهلا بحضرتك، نورت الاستوديو والقناة. ربنا حضرتك نور حضرتك والله، ربنا يعزك يا رب. كيف أثر القرآن في حياتك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين أجمعين صلى الله عليه ثم وسلم. أما بعد، أولا بشكر حضرتك وبشكر قناة الصحة والجمال والقائمين عليها. والله أولا أنا كنت طبعا صغير في روح الكتاب وكده، فكنت تمام. بحفظ كتير تمام. فحوالي من فترة قصيرة، مش فترة كبيرة طبعا، بدأت أتجه بقى للتلاوة وحفظ القرآن مقامات التجويد وكده وحاجات من دي. تمام. لحد إيه يعني إيه ربنا إيه أنا عملنا بعمته الحمد لله رب العالمين. طبعا ده فضل ربنا سبحانه وتعالى لما نلاقي حد سلك طريق ربنا سبحانه وتعالى، وكمان البشرة الطيبة ان في اصناف من الناس ربنا سبحانه وتعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب تعلق قلبه بالله عز وجل او نشأ في طاعة الله، وهذا مثل للشباب الذين تعلقوا بالله عز وجل او سلكوا طريق الهداية. طيب لو حبينا بقى نسمع اي حاجة من القرآن في اي موضع تجيب ان شاء الله. تحت امرك من تحت امرك زكريا. طيب عايزين نسمع سورة النور، وسورة النور بالذات يعني الواحد لما بيسمعها كده بيرى فيها البهجة، بيرى فيها السعادة. طبعا كل القرآن لا شك كلام الله عز وجل، وكل القرآن بنسمعه وبنستفاد به وبنستبارك بالقرآن الكريم، بل منهجنا جميعا هو كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا حابب أسمع الله نور السماوات والأرض. تحت أمرك حاضر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تم نار. نور على نور. يهدي الله لنوره
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ما شاء الله أحسن، ربنا يخليك. صوتك جميل يدخل القلوب بكل جمال وتفكير. لجمال صوتك جلسنا في هذه القناة ما نوينا ذهابا ولا رحيل. ما شاء الله صوتك جميل وصوتك حسن، ودايما يعني بقدم نصيحة لأي حد قارئ قرآن، ابدأ خد ربنا سبحانه وتعالى الأول من صفك قبل ما تدور على شهرة أو أن أنت توصل، خد ربنا رقم واحد في حياتك، هتلاقي أن حياتك منتظمة جدا، هتلاقي أن ربنا معاك، هتلاقي نفسك بتوصل بطريقة عالية خالص، لأن القرآن ده هو من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا بيدي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي العلم والقرآن إلا لمن يحب. فإذا وهبك الله القرآن فاعلم أن الله يحبك، أقامك في القرآن. إزاي وجدت إن القرآن مؤثر في حياتك العملية؟ والله حاليا أنا طبعا بحفظ مع مذاكرته وكده، تمام، فبدأت أقرأ مع نفسي، تمام، فبدأت مثلا اتجه اسمع مشايخ كتير، تمام، بدأت اقلد، تمام، بدأت بعد كده ايه اتجهت لي اتجاه كبير جدا، تمام، والحمد لله طبعا وصلنا المكان كنتش بحلم بيها بصراحة. ما شاء الله. طيب من من القراء المشاهير بتبدأ ان انت تقتدي بيه يعني او حطه قاموس في حياتك؟ في العصر القديم ولا الحديث؟ لا في العصر الحديث. الحديث طبعا أستاذنا الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ما شاء الله ده علم طبعا، أكيد طبعا، وأستاذنا طبعا فضيلة الشيخ ممدوح عامر طبعا علم البحيرة، يعني قراء البحيرة طبعا، تمام، والشيخ عنتر الهنداوي طبعا، ما شاء الله، والشيخ إسلام الغواب وغيرهم من قراء طبعا، تمام، ما شاء غيرهم الله من قراء. وطبعا لصاحب الفضل اللي عليا هو اللي وصلني طبعا وخد بإيدي طبعا، هو الفضل يرجع له سبحان ربنا ثم بعده، الله. فضيلة الشيخ السيد قطب الهضبي، تمام، السيد قطب الهضبي، ما شاء الله، هو طبعا خد بإيدي وطلع معايا أول ميتم وكده، فبدأ إيه
بدأت ايه هو اللي إيه؟ يعرفني الناس وكده. ما شاء الله. معانا مداخلة للأستاذ محمد الحبشي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. ممكن والله أكلم الشيخ فارس؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، الله يخليك. ده يا طبعا حمد ده خالي محمد، خالي. يا أهلا وسهلا. ربنا يخليك. ما شاء الله تبارك الله عليك يعني. ربنا يخليك خالي محمد، تسلم يا رب. والله انت شرفتنا ومنورنا خالص يعني، والله ربنا الشرف يبارك ليا، لك والله ويزيدك الشرف يا ليا رب، خالي محمد وانت طبعا. شرف لاي حد حبيبي، ربنا ربنا يزيدك. يخليك، والله الشرف ليا طبعا، وشرفت جدا وسعدت بمرورك ومداخلتك الجميله دي والله. ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب، وربنا يوفقك كده واشوفك اسعد الناس. متشكرين ذوق حضرتك ربنا استاذ يخليك محمد، يا محمد، ربنا ومتشكرين يعزك. اتصال حضرتك جدا. طبعا ما شاء الله، يعني خالك شايف ان انت ما شاء الله ربنا وبيحييك يخليك، يعني. هو طبعا بيشجعني جدا وبيقول لي اسمع وكذا. طيب عموما انا ليا بس حاجة كنت عايز اقول لحضرتك عليها بالنسبة للقرآن عموما. لو بصينا للقرآن هنلاقي ان القرآن ده عبارة عن آيات وصور وأجزاء، تمام؟ لما بتيجي تقرأ بتعتمد على الصوت عندك رقم واحد ولا بتعتمد على الأحكام؟ لا الأحكام طبعا، الأحكام. الأحكام تمام، الأحكام دي اللي بتميز القارئ الصحيح من القارئ اللي من هو غير بيقرأ. أحكام تجويد يعني مفيش قارئ، نعم يعني مثلا أنا أسمع صوت وحش بس تجويد صحيح وقرآن صحيح، لكن ما تمام أسمعش قارئ تمام وقارئ مشهور ومعروف وتجويد، مفيش تجويد ومفيش أحكام وكده. تمام لازم القرآن يكون أحكام بالأحكام. طبعا رقم واحد تمام، من خلال القرآن بالأحكام بنقدر إن احنا نوصل. أكيد طبعا. طيب عم الشيخ فارس، برضو في حاجة عايز أفهمها منك من خلال ما أنت ماشيت مع القرآن ومع أهل القرآن. اتفضل هل تمام. لقيت عقوبات وأنت لما تقدمت في قصة القراءة وكده، أو حد مثلا في نفس المجال كده، لما حد بيدخل مجال بيلاقي ناس تانية بتدخل معاه في نفس والله القراءة؟ هو فيه، تمام. هو فيه بس ايه، انت مثلا لما اول دخلت في المجال بقيت الاول ايه يعني، مش عايز اقول لك مرتبك شويه، خايف. في تمام ناس بتقول مثلا ده اللي هيطلع يقرا ده ايه تمام كده، ناس ايه فاهم ازاي، اللي هم ايه ما إيه مش اللي ايه، هم أعداء النجاح. لا مش إيه بيقولوا عدم النجاح، اللي مش عايزين نغلط في حد تمام وكده، لا انا زي ايه مثلا مستصغرين بمعنى صح، تمام بيقول مثلا ده هيقرا ازاي وده حافظ ايه وكده. لكن لما طلعت طبعا مره واتنين وكده، فالناس كلها بدات تعرفني، فايه الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله. عموما احنا لو عندنا نخلتين، واحدة مثمرة والتانية بلا ثمار، التي ترمى بالحجارة هي المثمرة المثمرة. طبعا أكيد. فطول الإنسان ما بيبقى إنسان مثمر وبيدي هيلاقي نفسه إن هو بيحارب كتير. لكن أنا دايما بقول لك لو خدت خطوة للأمام ما تلتفتش وراك، خلاص ابتدي توكل على الله عز وجل، وابتدي اعتمد على الله عز وجل، وابتدي خد الخطوة ديت بكل نجاح وبكل ما أوتيت من قوة. طيب عشان برضو عايز أسمع لك أي حاجة تانية كده برضو بصوتك النبيل ده. تحت أمرك حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء صدق الله العظيم. ما شاء الله، فتح الله عليك. فعلا القرآن حياة، فعلا بنسعد بالقرآن، فعلا بننعم بالقرآن، فعلا بنرزق بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن دائما يا رب. فأسأل من الله أن يجعلنا من أهل القرآن اللهم جميعا. اللهم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد ما فعليه بالقرآن. بالضبط. فالمهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البررة. فعلا القرآن موهبة عظيمة، ولازم ان احنا نبدأ ننميها، والكون كله بيتحرك ببركة هذا القرآن الكريم، لان القرآن الكريم بركة، وحينما نتحرك او نتكلم فاننا نتكلم ببركة القرآن الكريم، ونتحرك ببركة القرآن الكريم. ولأجل بركة القرآن الكريم اريد ان اختم بدعاء في دقيقتين من القرآن الكريم للشيخ فارس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك يا الله من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك،
اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نعم، وحقا ويقينا ما شاء الله، صوتك جميل كقرآن، وجميل كدعاء، وجميل كأسلوب، وأنت جميل كشكل وهيئة. ربنا يخليك زي فأسأل من الله عز وجل أن يدوم عليك هذه النعمة وأن يحفظك بالقرآن الكريم. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن أنت لما بتقرأ القرآن بتقرأ القرآن بالنظر وباللسان وبالقلب، وهنا بقى الإعجاز الرباني. اللسان اللي بيتحرك لا يتحرك بوقود ولا بغاز طبيعي، وإنما يتحرك بقدرة الملك العليم. إن قال له ربنا تكلم نطق، وإن قال له مولانا قف وقف. فتخيلوا أنت بتتحرك لسانك بتحركه بكلام الله عز وجل، لو قارناك بحد تاني يأتي بسيرة الناس لا يستويان. تخيل الظل والحرور، الاثنين مش هيساووا، الظلمات والنور الاثنين مش هيساووا، الذين لا يعملون. الله يفتح عليك. فأنت هنا تقرأ القرآن بلسانك تأخذ الأجر والثواب من الله عز وجل، وتقرأ القرآن بعينك والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى عبادة وشرف، وتقرأ القرآن بفؤادك وقلبك، أي هذا الفؤاد وهذا القلب يتعلق بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فهنا المدد والكرم والعفو بيكون من ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. إن ربنا أنعم عليك وحباك الصوت الجميل دهوت، وحباك الموهبة الكريمة العظيمة دهيت، فدايما أنصحك إن أنت تحافظ عليها وتنميها. وعايز أقول لك في يوم من الأيام هتقول إن أنت قعدت في استوديو قناة الصحة والجمال، وهتقول إن في حد قال لي إن شاء الله في مستقبل جميل بإذن واحد أحد. وطبعا لا يعلم المستقبل إلا الله، عشان الناس ما يقولوش أكيد طبعا. لكن الله عز وجل يوفقك إلى ما يحب ويرضى، وطول ما أنت بتسعى إلى الخير، طول ما ربنا سبحانه وتعالى بيدي خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، طول ما قلبك فيه خير وجمال، طول ما ربنا سبحانه وتعالى بيناولك الكنوز العظيمة من الخير ومن الجمال ومن اليقين ومن التوفيق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبص كده لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادكم. يعني ربنا مش هيبص لشكل زكريا الهنداوي إيه، ولا لصورته إيه، ولا للشيخ فارس شكله إيه ولا صورته إيه، ولكن الله عز وجل ينظر إلى قلبك وينظر إلى لسانك. فإذا كان القلب واللسان اتصل بالله كنت من أهل النعيم. أسأل من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا وكل من يشاهدنا من أهل النعيم. وشكرا لك يا شيخ فارس، والسادة المشاهدين انتظرونا قريبا إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.